معانا الأستاذ فتحي، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ فتحي. السلام عليكم يا دكتور عمرو، ربنا عليكم يبارك السلام فيك ورحمة إن الله شاء وبركاته. الله. الله يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك. دكتور عمرو، أنا عندي أخت لي زوجها ابتدى يجيله جلطات في المخ، ربنا يشفيه يا رب. آمين يا رب العالمين. الجلطات دي بتأثر عليه بصفة مستمرة، ما بقاش مركز، ما بياخدش باله من أولاده، أوقات كتيرة جدا ما بيعرفهمش، الحركة عنده ضعيفة. المهم في الموضوع إن هو زوجها بقاله حوالي 30 سنة ما كانش بيتبرع بملابسه، لدرجة إن هو دلوقتي الملابس بتاعته مالية دولابين وفيها لغاية دلوقتي التيكت بتاعها. هي عايزة تتبرع بالحاجات ديت لوجه الله عشان يتحط في ميزان حسناته، فبتسأله كل فترة إيه رأيك نتبرع بيها؟ يقول لها لا، ما استني دلوقتي، استني دلوقتي. هي عايزة تتبرع بيها في حياته أحسن ما يتبرع بيها بعد كده بعد ما يتوفى. فمش عارفه هي تعمل ايه، يعني تاخد برايه ان هو ما يتبرعش دلوقتي ولا تتبرع بيها. السؤال دلوقتي وان بدا سهل لكن سؤال مهم جدا فيما يتعلق بمساله الملكيه. يعني احنا دلوقتي حتى صاحب الجلطات او حتى صاحب الزهايمر، الوقت اللي هو متيقظ فيه هو الوقت اللي احنا ممكن نساله عن تصرفاته الماليه. يعني ما نسالوش في الوقت اللي هو مش متيقظ فيه ولا مركز فيه. فهو نصيحتي ان هي تساله في الاوقات اللي هو منتبه فيها نتصرف او ما نتصرفش. طب هي ليها ان هي تتصرف في الحاجات دي؟ لا، ملابس الزوج ملكه، يعني ملابسه هو ملكه، لكن لو هي عايزه تتكلم على ملابسها هي بقى، لا، ملابسها هي ممكن تتبرع بيها هي، لكن ملابسه هو لا، هو اللي يتصرف فيها لانه ما زال حتى الان له ذمه ماليه مستقله يتصرف فيها. طب احنا عايزين نتصرف في الملابس دي، ويعني لما يتبرع فيها بعد ان شاء الله ربنا يديه طول عمره، ان شاء الله يجمع له بين تمام الاجر والعافيه. احنا مش هنتكلم على من بعد الموت، لكن اهو بنقول اهو. طب تعمل ايه؟ تروح تستشيره في الاوقات اللي هو متنبه فيها، هو ده الحكم الشرعي، لكن لا تتصرف في ملابسه اللي هو يملكها بدون اذنه، لان هو مازال يملك هذه الملابس.